قالوا وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق. دي ما كان معلومة بناخذه فيهم عشان ما تفهم إنه يعني شرك المشركين لأنهم بيعتقدوا إن الله ما بيخلق. لا ما كان بيعتقدوا كده. أو الله ما بيرزق اللي بترزق الأصنام. لا ده غلط. هم بيعتقدوا زينا في الحتة دي إنه الله بيرزق، وحتة إنه الله يعني بيخلق. طيب قالوا يرزق ويحيي ويميت ولكن آلهتنا تشفع عنده. ده محل الخلاف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا يا أخوان النقطة دي؟ وحتى القرآن صرح بكده. ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دي ما معلومة محل خلاف كانت، بل ربنا قال في سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم، هم ذاتهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن منه الله. دي ما محل خلاف. طيب الخلاف كان وين؟ الخلاف إنه هم بيروا إنه الآلهة بتاعتهم دي إن كانت الملائكة ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار، المهم الآلهة بتاعتهم دي بيروا إنه دي بتتوسط لهم عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف معهم في دي، قال لهم أنتوا تتقربوا من الله مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اتقرب مباشرة، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كده يا أخواننا وضحت المسألة.